السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين الشيخ إن اللجنة المكلفة بإعداد النشيد الوطني قدمت مشروع نشيدها لمجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين. وأضاف للشيخ خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء أن مشروع النشيد الوطني الجديد يمتاز بميزات، منها أنه صادر وفق قانون له مرجعية دستورية عقب حوار وطني أوصى بتغيير النشيد. اختتمت جمعية وتضامن للتنمية والثقافة قافلة صحية سيارتها إلى ولاية الحوض الشرقي لمدة 10 أيام، وقد شملت القافلة تقديم استشارات صحية وتنظيم مسابقات في مجال القرآن الكريم وأخرى رياضية. وتقول الجمعية أنها استهدفت ضمن موسمها الثقافي الأول عددا من القرى الفقيرة بالولاية، وسط دعوات من المشاركين في القافلة للسلطات الموريتانية بضرورة النهوض بالأوضاع الصحية والاجتماعية للمواطنين. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله. السلام عليكم.